اليوم Are you ready؟ هل أنتم مستعدين؟ اليوم بدنا نعمل مراجعة لكلمات جديدة أخذناهم من قبل بس بدنا نرجع نتذكرهم مع بعض وبدنا نشوف كيف بنقدر نتهجيهم سوا. أنتم صرتوا شاطرين وصرتوا تعرفوا تتهجوا. قبل ما نبلش بدنا نسمع لأغنية كتير حلوة. Let's listen to a song وأنا برجع لكم. This is a desk. Duh, duh, desk. And what's that? That is a book. Buh, buh, book, book. What is this? This is a pen. Puh, puh, pen, pen. And what's that? That is a folder. F-f-folder. What is this? This is a rubber. R-r-rubber. And what's that? That is a bag. B-b-bag. أصدقائي طلعوا معي على اللوح. Open your eyes. Open your eyes well. Open your ears well. And look at the first picture. طلعوا على أول صورة. لما أنا كون ماسكة بالون بإيدي وأتركه فلته بتركه يطلع بقول I let it go. Let يعني أنا بفلته بخليه يدع يدع. إذا حطيت له للتر L بعدين قلت له أ لا أي لتر أي حرف بيعطينا أ لا the letter E the short sound of the letter E له أ لا ت let يدع let فإذا the letter L لفظت له أ لا ت let يدع. ننتقل على تاني صورة. عندي حيوان أليف. شو بقوله بالإنجليش؟ رح أحطلكن أول لتر وآخر لتر. أول لتر هو ذا لتر P. بعدين في لتر ما رح أقول شو هو. بعدين عندي T. شو اللتر النصاني؟ What's the middle one؟ شو يعني حيوان أليف بالإنجليش؟ بقوله pet. Pet يعني حيوان أليف. أي لتر بلفظه أ؟ ده لتر إي. صارت ف أ ت بات يعني حيوان أليف. ل أ ت لت. أما هون فعندي طائرة نفاثة. طائرة نفاثة بإلا ج. رح أكتبها ونقولها مع بعض. أول شي عندي ذا اللتر ج بلفظ ج جات 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 طائرة نفاثة جات. أما هون فعندي اثنين قابلوا بعض. لما أنا أقول إنه أنا قابلت حدا قابلته من قبل بقول نه نت. نحن بنقول nice to meet you يعني أنا صرت بالتعرف عليك. تعرفت قبل بقول مت. رح اكتبها مت مت. شو عم بلفظ؟ مت مت تعرف على. اما هون فعندي جرس. شو بقله بالانجلش؟ رح اكتبه ونتهجيه مع بعض. أول شي عندي the letter B B the letter B. بعدين عندي the letter E يلي بلفظه the short sound A B A B L بل بل
يعني جرس. بل بل is ringing، جرس عم بيدق. ب أ ب ل بل. أما هون فعندي حدا وقع، وقع بالحفرة، شو بقول؟ ف أ ف ل فل فل. بل فل بل فل. عم تسمعوا؟ بيخلصوا بصوت مماثل، they rhyme together. بل فل. أما هون فعندي رجل عجوز عم ببيع بالون لولد، شو يعني ببيع؟ رح اكتبها س س أ س ل سل. سل يعني يبيع. سل. بل فل سل، كلهم they rhyme together. أما هون بهيدي الصورة عندي عش، عش لعصافير، رح أكتبه نتهجيها مع بعض. أول شي عندي باللتر N بلفظة ن، باللتر E ن أ ن س نست، نست نست يعني عش. فإذا باللتر M بلفظة ن نست، نست يعني عش، عش لعصافير. آخر شي عندي باللتر Z ز، زست، زست مثل نست، زست، غيرت بس أول لتر. نست زست. زست هي لما يكون في عندي وقت استراحة واستمتاع بقول له زست. فإذا بل جرس، فل يقع أو وقع بالماضي، سل يبيع، نست عش مثل عش لعصافير، زست يلي هو وقت الاستمتاع، وقت الراحة والاستمتاع. فإذا طلع منيح بهودي الكلمات، رح ارجع اقريهم انا وياكم، وبدي حط سيركل على اللتر يلي عم يتكرر دايما. عندي انا ل أ ت لت، ب أ ت بت، ج أ ت جت، ل أ ت لت، ب أ ل بل، ف أ ل فل، س أ ل سل، ن أ س ت نست، ز أ س ت زست. فإذا أي حرف عم يتكرر معنا؟ فلتر اي، وبكل الكلمات لفظته the short sound. أ لت بت جت نت بل فل سل نست زست كله أ. أما هلأ فعندي بعض الكلمات يلي كتير بيشبهوا بعض، they rhyme together. طلعوا فتحوا عينيكم منيح، open your ears well. طلعوا open your ears well، look at the board. أنا عم قول let، عم قول bet، jet، let، they rhyme together. طلعوا أي part عم يتكرر دايما. at، 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 at. غيرت بس أول حرف، هون عندي ل let، هون ب بات، ج
جات مات. شفتوا أصدقائي؟ غيرت بس حرف واحد تغير كل معنى الكلمة. أما هون اسمعوا منيح: بل، فل، سل. شو اللي عم يتكرر؟ ال، ال، ال. هون حطيت ب ال بل، ال ف فل، س سل. They rhyme together. عندي the letter E A L L بل ف فل س سل. وآخر كلمتين كمان they rhyme together. عندي nest zest ast ast. هون عندي the letter Z. هون عندي the letter N. N ast nest Z ast zest. اكتبون أصدقائي عندكم. مش بس بدي اياكم تجربوا تقرون، كمان احفظوا معانيهم. ما تنسوا: let يعني يدا، pet يعني حيوان أليف، jet طائرة نفاثة، met قابلة، bell يلي هو جرس، fell وقع، sell يبيع، nest عش، zest يلي هو وقت الاستراحة والمرح. احفظوا معانيهم بالعربي، وبدي اياكم تجربوا تستخدمون بجمل. ما تنسوا تحطوا verb ويكون إلى الجملة معنتين. أنا برجع لكم بآخر فقرة. Vegetables. هلا أصدقاء إجا الوقت تنقرأ قصة مع بعض. مين بحب القصص؟ Do you like stories؟ أنا بحبهم. قصتنا بلشنا فيها من قبل هي عن الألوان. My many colored days. أيامي يلي فيها ألوان كتير. My many colored days. طلعوا بأول صفحة. شو عندي ألوان؟ أي colors؟ What colors do I see؟ عندي the yellow color, the orange color, blue, green, pink, purple, black, brown, بني. Some days are yellow. بعض الأيام صفر. Some are blue. On different days, I'm different too. بالأيام المختلفة كمان بيختلف. طلعوا كيف عم يتغير لونه. Some days are yellow. Some days are blue. On different days, I'm different too. You'd be surprised how many ways. رح تتعجب كم في طريقة I change on different colored days. بالأيام المختلفة بالألوان المختلفة. You'd be surprised. رح تتعجب how many ways. كم طريقة أنا ممكن اختلف بهود الأيام. I'll change on different colored days. أنا بتغير بأيام ملونة مختلفة. On bright red days, how good it feels to be a horse and kick my heels. باليوم الأحمر bright المضيء المشاع. How good it feels. قديه بتحس شعور حلو to be a horse تكون حصان and kick my heels. هيك تعمل بإجرك تلبط بإجرك بكعبك. On bright red days, how good it feels to be a horse and kick my heels. On other days, I'm other things. On bright blue days, I flap my wings. On other days, بالأيام التانية, I'm other things. أنا إشياء مختلفة تانية. On bright blue days, بالأيام زرقاء,
برايت مشعة. I flap my wings. I flap my wings مثل هيدا العصفور. شو يعني wings؟ جناحاتي. Some days of course feel sort of brown. بعض الأيام أكيد بتحسون كأنه بني. Then I feel بعدين بحس slow and low low down. بحس حالي بطيء تحت تحت تحت. فإذا some days of course feel sort of brown. Then I feel slow and low low down. Then comes a yellow day. بيجي نهار أصفر. And we, I am a busy, buzzy bee. شو يعني بي؟ هي نحلة. Then comes a yellow day. And we, I am a busy, buzzy bee. Gray day, everything is gray. I watch, but nothing moves today. أنا بحط بطلع بس ما في شي عم يتحرك. Which color is this? أي لون هيدا؟ It's the gray color. Then all of a sudden, فجأة, I'm a circus seal. On my orange days, that's how I feel. أي day هيدا؟ The orange days. It's like a circus seal. On my orange days, that's how I feel. Green days, deep, deep in the sea. أيام الخضرة تحت تحت عميق بالبحر. Cool and quiet fish, that's me. Cool and quiet fish. شو قلنا quiet من قبل نحن؟ يعني رايق. Cool and quiet fish, that's me. هيدا أنا. Quiet يعني رايق وما بيطلع ضجة. فإذا what color is this? It's the green color. On purple days, I'm sad. Purple يعني لون الأرجواني. I'm sad. I groan, I drag my tail. I groan, I drag my tail. I walk alone. Drag my tail يعني بجر أنا بتبعه. Tail يعني ذنب. I walk alone. This is the purple color. I walk alone يعني بمشي لحالي. But when my days are happy, لما تكون أيامي سعيدة, pink, it's great to jump and just not think. Pink يعني اللون الوردي أو الزهري. It's great to jump, not and just not think. وما فكر. Then come my black days. أيامي سود. Black لون الأسود. Mad and loud, I howl and growl at every cloud. Howl يعني بعوي. Growl at every cloud. كل ما تمرق cloud يعني غيمة, I start to growl. Growl يلي هو الزمجرة. Then comes a mixed up day. يعني نهار فيه كل الألوان. And wham! I don't know who or what I am. ما بعرف مين وشو أنا. But it all turns out alright, you see. كله بيرجع بيزبط مثل ما شفته. And I go back to being me. وبرجع بكون أنا. طلعوا فيه كل الألوان اللي أخذناها. The yellow color, the orange color, أنا هون pink, أنا blue. شو يعني الزهري أو الوردي؟ pink. الأرجواني purple. orange برتقالي عن اللون البرتقالي. عنا yellow لون الأصفر. red لون الأحمر. ما تنسوا الألوان. إن شاء الله تكونوا حبيتوا قصتنا. My many colored days. تعلمنا فيها وتذكرنا الألوان يلي أخذناهن قبل. هلا أصدقائي أنا بدي ودعكم. بشوف الحلقة المقبلة. باي. The verb is a word with action. 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 Action.
Action verb, action verb. What can you do? I can jump, I can swim, I can play the piano. How about you? Me? Me? I can read, I can write, I can paint, clean and hide. I can draw, I can play, I can walk all the way. Action verb, action verb, what are you doing? I am walking down the street, I am running down the hall, I am dancing with my friends, I am reading a papa, I am eating cashew nuts, I am drinking apple juice, I am taking off my shoes, I am sleeping in my bed. Good night. مشاهدينا الأعزاء، إذا كنتوا حابين تنتسبوا لنادي مدرستي وتحصلوا على بطاقة عضوية بالنادي تحمل اسمكم وصورتكم، ما إلكن إلا ترسلونا عبر صندوق البريد 72 المنصورية لبنان، أو عبر الإيميل على مدرستي@7.com. تبعتوا لنا اسمكم الكامل، عمركم وصورة لإلكن، وما تنسوا تكتبوا لنا عنوانكم الكامل بالتفصيل مع رقم الهاتف حتى نبعث لكم بطاقة العضوية مع هدية كمان من نادي مدرستي. نحن ناطرينكم، ما تتأخروا. أمي بصحيح تلفت انظر عن نفسي. انا مش هسيبك، انا هفضل اصلي لك. مشكورة.